ان شاء الله هذه الاولى وهذه الاخرى ان شاء الله يا ربي. متبع الدراسه ديالي وتشبرت ومتبع الدراسه ديالي ان شاء الله هذا العام من الباك حره. اتصلت صراحه انا اللي كنصلي بهم اتصلت الجماعه كنصلي الحمد لله ربي الحبيب. يعني واخا زول منك واحد الحاجه كبيره ان انها الحريه وجيتيني نسج ربي الحبيب ما ضيعكش لان شو مرتبه جاك امام بالاصدقاء ديالك انك تصلي بهم. بالعكس راه كنفتخر والحمد لله. يعني الوقت كان شي حاجه كبيره تمينا عنا وكنا كنضيعوها توصلنا اننا عادين كنردوا باللي ديالنا يعني بزاف الحاجات كتبقى شويه دقاره وهادي ولكن كتقول الحمد لله يعني باقي الدنيا طويله يعني ماشي هذا اخر الزمان فهمتي راه ماشي كل شيء عامله كاين اللي كيمشي فيها وما تعرفش فهمتي كيفاش يعني دايجا مع السجناء راه نمشي اخر في الحبس راه صافي راه ما نعرف شكون هو ما تعرفش الانسان راه كيغلط راه كل بني ادم خطا وخير الخطأين التوابون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. اللي ناوى عليك مبروك على واش راك تنسينا. عاودنا على القصة ديالك كيفاش تحفظت القرآن كيفاش دوزتي الطفولة؟ اش غنقول لك يعني انا من الصغر ديالي وفهمت الوالدين ديالي كيحفزوني اني نمشي للمسجد اني نقرا وهذه يعني وقت مؤسسه كنقرا في المدرسه وكنت كنقرا في الجامع وفهمتي ومهم هيداك وبقيت وكنقرا في المدرسه وكنقرا في الجامع المهم شويش بشويش بشويش حتى وصلت لهاد 40 حزب فهمتي ومستوى الدراسه ديالي عندي اولى باك الحمد لله ومهم بقى لي واحد المشكل يعني ما يتعودش ان شاء الله يا ربي الحبيب انني جيت من هنايا كان السبب ديالي باش انا نجي للسجن ان شاء الله هذه الاولى وهذه الاخرى ان شاء الله يا ربي. متبع الدراسه ديالي وتشبرت ومتبع الدراسه ديالي ان شاء الله هذا العام من الباك حره وهذاك عام التكوين ديالي انني التكوين الكهرباء بينا لا مزيان الحمد لله لا من الاستاذ هو بوبري كيتعامل معنا مزيان وانا هو كيزيد يحفزك انك تكون شي حاجه مزيانه لقدام يعني بزاف الحاجات يعني كان بزاف الفرص يعني ما كناش نشوفوهم بزاف الحاجات يعني ما كناش يجينا هاد المؤسسه هادي ما كناش نشوفوها والحمد لله يتصلح كل شيء والله يرحم والدين كامل. يعني اليوم ديالي مزيان الحمد لله تبر في الطور ديالك يعني الماكله ديالك كامله موجوده الحمد لله حتى النقطه ديالك كل شيء موجود حتى من الاصدقاء يعني ما كنجبرش من مشكل يعني كاملين بينا ولاد مدينه واحده يعني بحال الخوت مزيانين مع بعضياتنا يعني ما كتجبرش يديك المشكل الحمد لله التلفازه هي كاينه تفرج مع راسك يعني كل شيء هو هذاك الصلاه ديالك نتصلي مع بعضنا وهادي مع يوم الجمعه كيهبطونا هنا المسجد كيجي الامام الزنقه الحمد لله كيدينا الخطبه وهادي وعاد كاين ملي كنكون في الشومبري كنقرا قران وحتى الاصدقاء ديالي كنحفزهم انهم يقراوا القران وهادي حتى الصلاه الصراحه انا اللي كنصلي بهم حتى صلاه الجماعه كنصلي بهم ملي كتكون مجموعين اذا مع بعضياتنا ملي كيكون كل شيء كنكونوا شي مشغولين الحمد لله وكاين شي كيكون شي حاجه يعني بعض المرات كنعرف شي حاجه يعني في الدين يعني شي واحد كيسقسي لي شي حاجه كنوريها له كنبو يعني اللي كتب الله وسلم الحمد لله ربي الحبيب. يعني واخا زول منك واحد الحاجه كبيره ان يعني الحريه وجيتيني نسج ربي الحبيب ما ضيعكش لان شو ولا مرتبه جاك امام بالاصدقاء ديالك انك تصلي بهم بالعكس راه كنفتخر والحمد لله وش غنقول لك يعني كتبقى واحد الفرحه واحد السرور المهم فحال يعني الهدف ديالي ان شاء الله يا ربي الحبيب انني نزيد نكون راسي ونضمن المستقبل ديالي فهمت كيفاش يعني الحمد لله الدنيا زولت لك حاجه اخرى كتعطيك حاجه فهمت كيفاش يعني الحمد لله والسلام يعني غنخرج الزنقه ان شاء الله نقرا نكمل القرايه ديالي نشوف التكوين لازم نجبر الدبلوم ديالي نكمل في المهنه يعني المهم نزيد نكافح يعني نشوف شي حاجه مزيان يعني ما نبقاش شبر يعني الخوا الخاوي يعني هادي يعني شي حاجه يعني الوقت كان شي حاجه كبيره تمينا عنا وكنا كنضيعوها توصلنا اننا عادين كنردوا باللي ديالنا يعني بزاف الحاجات ان شاء الله. اش غنقول لك انا الوالدين ديالي ماتوا لي الله يرحمهم كنت صغير يعني ساكنين مع اختي يعني خوتي بزاف وكان
شنقول لهم يعني شكرا بزاف لانه كافحوا معايا ويسمحوا لي بزاف لانني غلطت في حقهم. يعني ما كانش عليا انني جينا المكان هذا، انني بالعكس خصني نهز المراس ماشي انني جينا هنا، ولكن ان شاء الله يكون الخير يا ربي الحبيب. كتبقى شويه دقاره وهذه، ولكن كتقول الحمد لله يعني باقي الدنيا طويله، يعني ماشي هذا اخر الزمان ولا اخر الدنيا، باقي نخرج ان شاء الله ونتلاقوا والدين ديالنا ونتلاقوا بزاف الحاجات. يعني الحمد لله يعني واخا يعني كاين هذاك منع من الحريه، ولكن هما الحمد لله مهلين فينا من كل شيء. يعني ما كيخليوكش انك تحس بداك الفقد. الاصدقاء الحمد لله يجي يضحك معاك يدار معاك بصحه فطوريك، هذه يعني بزاف د الحاجات الحمد لله. يعني ما كنحسوش بداك الفرق كبير، ولكن واخا كتبقى هذاك شويه دقه هره، ولكن الحمد لله. يعني كنشكر جميع الناس اللي يشاهدونا ان شاء الله، وكنقول لهم ايديو مع جميع السجناء. فهمتي راه ماشي كل شيء عامله كاين اللي كيمشي فيها وما تعرفش، فهمت كيفاش؟ يعني يدي جمع السجناء راه ماشي اخر في الحبس، راه صافي، راه ما نعرف شكون هو، ما تعرفش الانسان راه كيغلط، راه كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون. كل واحد سبحان الله موهبه عنده، يعني كاين بزاف د الحاجات راه حسبونا بحالنا بحال ولادهم، وهذه يعني اللي كنتمنى منهم هي ديك الدعوه ديال الخير. والسلام، امين، شكرا بزاف. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.